كده احنا برضو رايحين شاطئ في مرسى مطروح اسمه شاطئ اللجونة. زي ما انتم شايفين كده المدخل ليه، بنركن العربية بره، ما حدش بيدخل بالعربية طبعا، وبنمشي بقى كل المسافة دي كده. لسه مش شايفة البحر لحد دلوقتي. فانا ماشية معاكم اهو. تقريبا هنمشي يعني شوية بتاع 10 دقايق كده ولا حاجة. بس زي ما انتم شايفين صحراء كده، رمل يعني من ناحيتين. هنا كمان الناس كده راكنة العربيات برضو بتاعتها بره، وبينزلوا يمشوا بقى لحد البحر. ف ماشيين، وان شاء الله لما نوصل للبحر بقى اوريكم ان شاء الله المنظر كده والجمال، يعني ان شاء الله اكيد يعني جميل. اول مره برضه اجي الشط ده. ماشي معاكم برضو كده زي ما انتم شايفين على بعد، بس خلاص ظهر البحر هناك اهو ما شاء الله. انتظرونا بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو، لما اروح البحر هنصور تاني. شايفين برضو لسه الطريق، انا احنا مشينا حوالي 10 دقايق، تعبت صراحة. يعني شايفين اليافطة ممنوع دخول الايه السور، ممنوع الدخول داخل السور، يعني تقريبا هو تبع الجيش او حاجة زي كده، لانهم قاعدين برا ناس الله يكون في عونهم قاعدين في الشمس. فلسه برضو بوريكم بس المسافة والبعد. شايفين الجمال ما شاء الله، يعني شايفين الجمال يا يعني ما شاء الله، سبحان الله يا رب، سبحان الله على الجمال يا تحيا مصر، تحيا مصر صراحة. يعني حاجة جميلة جدا جدا. أنا فرحانة والله إن أنا جيت صراحة المكان الجميل ده. كنت كسلانة وبقول لهم بلاش نروح شاطئ جديد، علشان الشاطئ اللي احنا رحناه الجديد ناس غرقت فيه، فربنا يستر. يعني شايفين ما شاء الله، انا بصور لكم بس عشان تشوفوا الجمال. مفيش غير الفيلا الصغيره دي اللي هي الدورين اللي موجوده هنا، ومفيش مباني، اي مباني تانية ولا شاليهات ولا اي حاجه خالص، بس كده. لسه بقى البحر هناك اهو، يعني شايفين طبعا على بعد يعني اكيد، بس شايفين منظر السماء والجو جميل ازاي ما شاء الله. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخيرا ظهر اشخاص هناك اهو. مش قادره اتكلم صراحه من المشي، يعني هم مانعين بصراحه ادخل العربيات، بس ده شيء صعب لو في حد مثلا جاي ناس كتير، ومثلا او حد جاي مع اسرته، حد كبير في السن او حاجه، فبيبقى متعب بالنسبه لهم، مش هيقدروا يمشوا اصلا المسافه دي كلها. فالمفروض مثلا يخلوا ناس الكبار في السن مثلا يعملوا بقى حاجه زي كده، بس ما اعرفش والله، ما مانعين يعني ادخل العربيات ليه يعني صراحه، يا يعني مع ان المكان واسع نقدر نركن العربية في أي حتة يعني. فبوريكم بس الجمال، معلش بقى شايفين البحر من بعيد ما شاء الله، يعني حاجة خطيرة جدا. يا سلام، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين الجمال، أحلى بحر يا جماعة، أحلى بحر تروحوه في مصر مرسى مطروح، أحلى بحر. هقفل بقى ونروح عند البحر ونفتح تاني. شايفين يا جماعه خلاص كده، خلاص داخلين على البحر على الشاطئ، يعني شايفين المنظر اصلا جميل جدا جدا جدا. شايفين الجمال، البحر على بعد خلاص قرب يعني، بس منظره تحفه تحفه تحفه، جميل جدا جدا ما شاء الله. يعني ده يا جماعه زي ما وصلنا خلاص، زي ما قلت لكم ده شاطئ اللجونه، بيقولوا عليه لجونه برضو. والشط ده بيتميز بانه هادي زي ما انتم شايفين كده، الموج بتاعه ما فيش موج، يعتبر موجة هاديه جدا، امن ان حد ينزل، بس برضو طبعا ما يغوطش. يعني بصوا زي ما انتم شايفين الناس كده على الشط شويه، مش يعني لو دخلوا شويه يعني هم كده واقفين بطولهم وهم على اول الشط. فلو دخلوا شويه هيبقى يعني مش حاطين حواجز، برضو الشط مش حاطين فيه حواجز ولا اي حاجه، فالناس برضو تاخد احتياطاتها زي ما بنقول، يتنوم على الشط شويه ما يدخلوش جوه برضو. بس المنظر ذات نفسه زي ما انتم شايفين كده، الجمال الطبيعي بتاع ربنا، ولون البحر الجميل، الميه الصافيه مش موجوده في اي مكان طبعا غير عندنا في مصر بصراحه. يعني انا بقول موجوده عندنا في مصر، زي ما انتم شايفين الصخور طبعا، ما حد الصخور دي بتبقى عليها ماده مزفلطه كده، فالناس برضو تاخد احتياطاتها لان ممكن تزحلق يعني، فربنا يسترها ما شاء الله. يعني اللي يروح مرسى مطروح هيستمتع بجمال البحر والميه بتاعت البحر اللي مش موجوده في اي مكان.
بص برضو في ظهرنا، هوريكم برضو في ظهرنا برضو الرمال زي ما انتم شايفين كده، وده جبل عالي ممكن نطلع برضو من فوق كده عادي طلوع، لكن في تحت برضو عشان لو محدش قادر يطلع الجبل بالعلو ده يقدر يمشي من تحت كده، بس في صخور الناس تخلي بالها برضو زي ما احنا شايفين كده. شايفين الصخور دي كده اهي، والموج الجميل اللي عمال يتلاطم كده في الصخور. انا بحاول اجيب لكم اكبر يعني لقطات من البحر كده الجميله زي ما انتم شايفين، والصخور بمشي شويه بشويه كده واقف اصور لكم حاجات مناظر جميله جدا شايفين برضو على بعد. دي كلها بقى طبعا مرسى مطروح، يعني اللي هي البعيد اللي هي الظهر قدامكم كده في الصوره على بعد، دي المدينه بتاعت مرسى مطروح، صراحه جميله جدا جدا. يعني صراحه الشاطئ ده جميل كده جدا وهادي وما فيهوش زحمه زي الشواطئ الثانيه، يعني الناس قليله اللي بتيجي، لان طبعا زي ما قلت لكم في الاول ان انت بتمشي بتركن العربيه وبتمشي مسافه طويله شويه يعني، فالمعظم يعني قليل من الناس اللي بتيجي هنا عشان كده. وكمان ما فيهوش بقى خدمات ان مثلا كافيهات او كده، في ناس في شواطئ بتبقى فيها كافيه حاجات يعني زي كده تقدر تشتري مثلا قهوه شاي، لكن هنا كل اللي يجي لازم يجيب الحاجه بتاعته معاه اكل وشرب وكل حاجه يعني. امشي شويه كده نطلع الصخور. شايفين ما شاء الله انا برضو بحب بصراحه الموج الهادي اللي يعني، لكن الموج العالي بيخوف يخوف صراحه، ومنظره حلو طبعا الموج هو عالي بس تحس ان البحر بيكون غضبان كده سائر، لكن الموج الهادي ده كده يعني صراحه يعني جميل ما يخضش او يخوف وكده يعني. هو عموما البحر على بعضه كده كله على بعضه حلو جميل يعني صراحه. شايفين يا سلام موج هادي جدا، هادي ظريف يعني. شايفين بقى الطريق برضو وانا ماشي، يعني انا طلعت شويه رمل كده من على الجبل اللي انا وريته لكم كده لحد ما جيت في المكان ده زي ما انتم شايفين. انا حابه اوريكم كل الجمال عندنا في مصر، يعني زي ما انتم شايفين كده، شايفين الشاطئ ده تحفه جدا، جمال طبيعي رباني. الصخور تخلوا بالكم اللي يجي يا جماعه يخلي باله من المشي في الصخور دي، ربنا يستر. بس شايفين الجمال كل ما اقرب للبحر، يا رب تكونوا شايفين والفيديو يكون واضح كده بالنسبه لكم. طبعا هنا الموجة عاليه، انتوا شفتوا الحته اللي انا كنت واقفه فيها دي ما حدش بينزل فيها اصلا المكان ده خالص، الموجة عالي جدا اهو. انا قربت برضو ليه البحر ايه كده ما شاء الله. كده زي ما انتم شايفين احنا تحت الجبل اللي انا وريته لكم ده اهو، الارتفاع الجبل ده طبعا بنطلع من فوق وتنزل تحت كده لحد ما توصل للصخور اللي انتم شايفينها ومنك للبحر على طول. شايفين الجمال يعني حاجه تنيك واقف كده قدامها يعني تقول سبحان الله، الواحد يقول سبحان الله على الجمال يعني الطبيعي الجميل ده. ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين يا جماعه المنظر
المنظر ده عشان احنا نستمتع بالبحر ده هنعوز نروح بقى لدول العالم، لكن احنا عندنا في مصر الحمد لله موجود الجمال الطبيعي ده الرباني ده. في ناس بتسافر بلاد بتدفع مبالغ عالية جدا علشان تستمتع بالجمال والمنظر ده طبعا، ومش زي عندنا بقى، مش زي عندنا. احنا عندنا احلى. شايفين الجمال؟ ما شاء الله الله الله. طبعا في مد وجزر طبعا في شهر 9 وشهر 10، فالناس برضو تحذر. الموج بيبقى عالي بيسحب زي ما قلنا، يعني اي حد ينزل ممكن الموج يسحبه لا قدر الله يعني. فكل الناس اللي تروح تخلي بالها، الواحد بيروح يستمتع بالمنظر والجمال ده مش شرط ينزل البحر، يعني عادي ممكن ما تنزليش البحر بس تقعدي كده قدام الجو الجميل ده والبحر والهدوء والجمال يعني اللي وسطه اللي مش موجود في اي حته. صراحه يعني انا كل شويه هقول لكم الجمال ده مش موجود في اي حته غير عندنا في مصر، في مرسى مطروح يا جماعه. مرسى مطروح احلى بحر، احلى بحر تروحيه في مصر هو مرسى مطروح. فيها شواطئ كتير، شواطئ كتير جدا، تقدري تروحي اي شاطئ منهم. في عجيبه وفي كمان اللجونه اللي احنا فيها دي، وفي الابيض وفي اللؤلؤه، في شواطئ كتير جدا، في الزمرده، في شواطئ كتير جدا جدا يعني. في شواطئ انا ما اعرفهاش يعني، مرسى مطروح مليئه بالشواطئ، بس في شواطئ اللي انا رحتها اللي بقول لكم عليها يعني. ده أول مرة أجي فيه زي ما قلت لكم كده. جميل جدا، استحملونا بقى بنرغي شوية، بس أنا بحب أتكلم معاكم بصراحة. مبسوطة جدا من منظر البحر والشاطئ ده، جميل جدا صراحة وهادي، عاجبني علشان الشاطئ هادي وما فيهوش ناس كتير صراحة يعني.